دخلنا داخل لقينا الأسلحة كثيرة، رشاشات ومسدسات، حتى إن سام سبعة ذا الصاروخ كان موجود. أنا كنت عطشان أدور موية، وفتحت الثلاجة حنبتني فيه موية أو حاجة، فلقيت القصر العادمي قدامي، استعر راسي ونزلت الثلاجة على طول، طلعت حتى أنا قلت للزملاء فيه شيء هنا ما عاد وشينه، راس آدمي ما أدري كيف. تم التأكد لاحقاً من أن الرأس البشري الذي عثر عليه يعود إلى ضحية مختطف، وهو بول مارشال جونسون الابن، أما جسده فلم يعثر له على أثر قط. هذا جريمة دي، عشان والله العظيم أنا يعني استعر وقف شعر رأسي من هالشيء ذا.